منتج اعلامي. انا تعليقا على مقال سياده المحافظ الاسبق الاسكندريه طارق باشا المهدي وسياده المحافظ الاعلام العلمي. الاعلام العلمي طبعا ضروري جدا 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 يا سيدي. المستشار الاعلامي للنازي هتلر قال اعطيني اعلاما بلا ضمير اعطيني شعبا بلا وعي. فالاعلام بيشكل الوعي الجامع للشعب. ثاني حاجه تعليقا على اللي قاله سياده المحافظ الاسبق الاسكندريه طارق باشا المهدي. الادب معاك مع حضرتك والنادي الثاني وزاره البحث العلمي. لان اسس النهضه في اي دوله في العالم هو البحث العلمي والتعليم. احنا طبعا انا بتمنى يبقى في تعليم تحليلي صناعي تكنولوجي، ما يبقاش كله التعليم النظري اللي احنا بنشوفه اللي بيخرج لا شيء سيمشي في مساعده التنميه القوميه. ثاني حاجه انا بحب انوه بالنسبه للبحث العلمي المخصصات يا فندم، المخصصات الميزانيه الموجهه للبحث العلمي ضعيفه جدا، ويعني ما بتوصلش لل 2% لان المخصصات كلها بتروح لقطاع الامن وقطاعات اخرى، ده مش عايز اخد فيها. طيب احنا لازم نصعد المخصصات عشان اذا طلبنا تنميه وعلم وتكنولوجيا وابتكار لازم يبقى في مخصصات تساعد على تحقيق الهدف المنشود ده. طيب في حاجه مهمه جدا طبعا انا هتكلم على في عجاله سريعه على لو سمحتم اللي هيتكلم مش هيتكلم اكتر من المتحدث يعني موضوع خلاص خلاص هو انا 60 ثانيه هو 60 ثانيه انا في عجاله سريعه يا فندم مش عارف واحد عليك كلمه اتفضل يا فندم مش راح اخد وقت. انا بتكلم على حاجه مهمه جدا شبه جزيره سيناء اللي هي ارض الفيروز اللي هي اجود انواع الفيروز ولذلك سميت ارض الفيروز في العالم ارض الفيروز. هي شبه جزيره سيناء يا فندم هي الكنز الاستراتيجي لمصر من الثروات المعدنيه. لو شفنا لو حضرتك يمكن طارق بيه يعرف اكتر اللي على ناصيه صلاح سالم ومع الطيران كان في جنب وزاره التخطيط مبنى ضخم فيه اكثر من 750 موظف مكتوب عليه رئاسه مجلس الوزراء الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيره سيناء. ما شفناش اي تنميه لشبه جزيره سيناء. فين السؤال؟ ان يبقى في اهتمام والاستكتاب. احنا عايزين توصيات يا جماعه، اللي عنده توصيه او اي حاجه خلاص.